opérationnel. Et c'est vrai qu'on voit ces deux figures de proue aujourd'hui du Conseil de coopération du Golfe, les sortes de faucons du Golfe, pour une politique beaucoup plus affirmée, et donc affirmer leur ligne, et c'est pourquoi l'émir du Qatar, si je puis me permettre, prend très cher. Lui aussi est un jeune homme, il a 37 ans. طبعا ايضا امير قطر شخصيه شاب هو شاب جدا ونموذج الحاكم جد وكذلك الامر بالنسبه لي ونعم بالنسبه لوالديه فالعائله طبعا العائله القطريه العائله الملكه عائله تميز بثقافتها هل يمكن القول الان بان هناك طبعا حاله من التراتبيه بين وبالاحرى بين التربيه السياسيه والعسكريه من الاب الى منه وانه طبعا هو الذي منح لقطر ان تتبوى مكانه جيده على مستوى الاعلامي خاصه بعد التشكيل وبعد انطلاق قناه الجزيره. فالقطر التي تطورت بصوره واضحه جدا انطلاقا من تجربه الامير الاب والامير الحالي. وطبعا هذا ما الان ما نطرحه الان هو عن ان طبعا الان الدبلوماسيه القطريه الان تسير في اتجاه محاوله نفي هذه التهم وان طبعا مؤكد جدا بان الجزيره تمثل وسيله القناه او الوسيله الاعلاميه الوحيده الان التي استطاعت بالفعل ان تخلق نوعا من كذلك طبعا بالنسبه لنا استطاعت تخلق فارقا على المستوى الاعلامي وكذلك في جريده العربي الجديد فطبعا اذا اردنا ان نبحث عن ستيفان لاكخوا شاهد طبعا بان هناك نوعا من خلافات بين الاشخاص الى جانب طبعا الخلافات بين السياسات وان طبعا الانظمه في الخليج تسير في اتجاه تدبير المنطقة طبعا الآن إذا حاولنا أن نبحث الآن ننظر إلى السعودية حوالي 38 مليون مواطن وأن طبعا هناك طبعا إرادة واضحة جدا للسعودية لمحاولة زعامة المنطقة وبالتالي وضع الجميع تحت عباءتها هل هذا الأمر يبدو منسجما طبعا بنظر لطبيعة الدول أو بالأحرى الدول الموجودة الآن في المنطقة طبعا هذا التحالف بين المملكة العربية السعودية والإمارات يمثل طبعا تحالفا بين أشخاص صغار والأمر طبعا كان يبدو ذلك منذ سنة صحيح جدا مثلا الآن بأن مثلا الأمير السعودية درس طبعا في الإمارات ودرس في الخارج وأن طبعا ولكن يبدو أن طبعا هناك نوع من التناغم بين على مستوى الأفكار بين ولي العهد الحالي وبين الأمراء السابقين لكن ملاحظة بأن الرأي العام السعودي بالدرجة الأولى يسير في هذا الاتجاه ومن أجل طبعا بناء دولة بناء نموذج للدولة فمن عند بعد منذ تولي سلمان في العام 2015 بدأ هناك طبعا هناك نوع من التناغم وبين أنه من حول وأن السيد طبعا سلمان والملك سلمان قام بمجموعة من التغييرات على مستوى بنية الممارسة السياسية وبالتالي الخروج من خروج دائرة مختلفة ولهذا نقول بأن أنه الآن هناك تحول بالأحرى مرحلة الملك سلمان تمثل مرحلة من انتقال من جيل إلى جيل وأن هذا وأن طبعا الملك الحالي طبعا يمثل أخا للملوك السابقين ولهذا فإن التحول أن يبدو أن هناك يبدو الآن بأن هذا التحول على مستوى النسق السياسي يبدو تحول واضح وأن الخلافات طبعا الآن التي كانت الآن يبدو أن السلطة في السعودية موزعة بين الأب والابن أو بالأحرى بين الابن الذي يمارس صلاحية كبرى خاصة حينما يتعلق بباقي باقي المستويات باقي القطاعات السياسية الأخرى والمجالات الأخرى والسؤال الذي يطرح الآن هو أي انتقال من جيل إلى جيل على المستوى البيولوجي طبعا لا الأساس الآن هو أن الملك الحالي الآن الملك السعودي الحالي أنه الآن أضحى في مرحلة لا تسمح له بممارسة صلاحيته الكبرى وبالتالي فإن هناك انتقال من الأب إلى الابن وأن ولي العهد الآن هو الذي طبعا الذي تم تعيينه منذ أيام بعد طبعا تزاحة وتنحية ابن عمه محمد بن نايف نلاحظ الآن طبعا بأن
حينما يتعلق الامر بمستوى النظام، حينما نحاول نبحث ما يقع داخل الأسرة المالكة بالمملكة العربية السعودية، نجد بالفعل أنه ليس هناك احتجاج. هناك لا طبعا هناك نوع، كانت هناك احتجاجات في السنة فيه أو تباين وجهات النظر في 2015، ولكن حينها طبعا تم بعد تعيين هذا الشاب الصغير كان كولي لولي العهد. فهذه الجزئية المرتبطة طبعا بناء ولي العهد طرحت إشكال حينها. طبعا هناك حالة من التناسق، نعم. فطبعا ولي العهد طبعا كان ينوب عن ولي العهد الذي هو محمد النايف، الذي كان شخصية سياسية قوية جدا. أريد فقط إجابة عن سؤالك بأن هذا الشاب الذي جاء طبعا في ظروف ساعدت على التحكم بشكل واضح جدا في السلطة، وأنه طبعا كان رئيسا للملفات الاقتصادية والسياسية، طبعا خاصة أنه يتحكم في الشركة السعودية للبترول، وأن ولهدفين طبعا منذ 2015 محمد بن سلمان دخل الحملة السياسية وأصبح جزءا من المشهد السياسي. وطبعا الأمر متعلق ب مرحلة جديدة، طبعا قامت على مجموعة من المفاوضات وعلى مجموعة من المحاورات ومحاولة تقديم صورة جديدة عن ولي العهد الجديد الذي هو محمد بن سلمان. وبالتالي فإن طبعا كان هناك حالة ومستويين أساسيين على مستوى الأمني وعلى مستوى الجهوي، وأن طبعا هو يشار أنه هو الذي يقف وراء ما وقع ويقع الآن في اليمن، وهو طبعا الذي منح صلاحية أن يبرز بصورة واضحة على مستوى العسكري، بل حتى في لقاءاتها أيضا مع نظيره الإماراتي. وبهدف أن أقول بأن المملكة العربية السعودية أيقنت حينها أن إدارة أن تعيش يجب أن تغير من جلدها، يجب أن تغير من سياستها، وبالتالي انطلاقا من الاعتماد والنوع من الليبرالية المتحكم فيها والليبرالية الصارمة الليبرالية المغلقة، وذلك طبعا انطلاقا من محاولة استعانة بمستشارين أمريكيين. ولهذا هنا يبدو أن العلاقة الآن بين المملكة العربية السعودية والإمارات أخذت بعدا جديدا، وأنها أخذت فالعربية المملكة العربية السعودية كانت طبعا لديها حضور وقوة جهوية صامتة. هذا هو المطلوب الآن، بأن الآن تم بالسير بالإشراف على العمليات. إذا ما حاولنا أن نعود الآن إلى الحملة التي قام بها ولي العهد محمد بن سلمان الآن، وإذا أردنا إلى أن نلحظ ما قام به خلال السنتين الماضية، نجد أنه طبعا النتائج كانت نتائج كارثية على مستوى البلد، سواء حينما يتعلق الأمر بحرب اليمن، وأن طبعا الدخول والدخول المملكة العربية السعودية في اليمن هو كان دخول رهانا خاص لليمن، الأمر يتعلق بدولة فقيرة جدا، وأن طبعا هناك مؤشرات للثورة ومؤشرات للعنف في اليمن ربما. ولهذا فإن اليمن شكلت بالنسبة دائما للسعودية منطقة صعبة، والآن بالطبع من منذ سنتين المملكة العربية السعودية تعيش خسارة عسكرية في اليمن، وهذا الأمر يبدو واضحا جدا وغير قابل للنقاش. هذا طبعا عندما حاولنا ننظر إلى الخطة 2030 والتي طبعا يبدو أنه التي اعتمدت منذ أشهر، لكن مع ذلك لم تقدم جديدا. وبالتالي فإن وأن أول إجراء أخذه أنه تراجع الكثير من الأشياء التي كان يعد بها، وأن طبعا موقفه الآن من قطر موقف كارثي وغير مؤسس وغير مبني. ولهذا وفي الختام فإن طبعا الآن هناك ضرورة للدخول للتفاوض. إحنا كذلك أمر بالنسبة للملف السوري، فأن السعوديين الآن يسعون إلى محاولة حضور بشكل أو بآخر، لكن مع ذلك نلاحظ الآن بأن الروس الأرين هم الذين يسيطرون على المشهد بصورة كلية، وأن ليس هناك من موطئ قدم للمملكة العربية السعودية في سوريا.
هل يمكن قولنا بأن حضور وصول هذا الأمير في هذه اللحظة بالذات هي محاولة لأن تكشف العالم بأن طبعا المملكة العربية السعودية تمتلك أو هي تقدم نفسها كموقف أو كقوة إقليمية؟ يجب أن من أجل أن ننطلق نقطة نقطة ونعود إلى ملف اليمن، يمكن القول الآن بأن الوضع صعب جدا، وخاصة حينما يتعلق الأمر بأن بقوة وعنف الثوار اليمنيين من صنعاء إلى عدن، وأن طبعا هناك سعيا من قبل الأمير سلمان محاولة وضع اليمن تحت وصاية المملكة العربية السعودية، وهو الشيء الذي رفضه اليمنيون. ولهذا طبعا بصرف النظر عن البلاغات التي اعتمدوا الخطابات الوطنية والشعارات، وكذلك الأمر هذا هو الذي لاحظنا أيضا من قبل أبو ظبي، والتي تقول التي اعتمدت خطابات في ذات الاتجاه، والتي يتم التركيز على الهوية البلاد. ففي البداية طبعا يبدو أن هذه الحرب كانت ضد الحوثيين الذين كانوا يسعون إلى محاولة فرض نموذج أو الأحرف الفرضي تجربة حزب الله أو التجربة الإيرانية في الخاسرة خاسرة المملكة العربية السعودية، وأنه طبعا كانوا مدعمون من قبل قوى إقليمية من قبل إيران تحديدا. وطبعا الأمر يبدو رمزيا، لأن كل ما يمكن يقال عن المملكة العربية السعودية الآن هو أنها الآن تواجه وضعا صعبا على مستوى ثوار الحوثيين. ولهذا فإن ما يقع اليمن الأمان هو مشروع إيراني، وأن طبعا هذا الخطاب الذي تعتمده السعودية في اليمن هو خطاب ضد السياسة الإيرانية في المنطقة وضد في الإقليم. لست أدري كيف يمكن مثلا لأي مواطن سعودي لا يعرف جيدا بأن التدخل السعودي في اليمن هو تدخل ضد المشروع الإيراني، وأن طبعا حينما نقدم لهذا الأمر نقدم له بصورة واضحة جدا، وكأن المملكة العربية السعودية تحاول أن تفرض وجهتها أو وجهة نظرها في السعودية عبر خيارات وعبر مقترحات السيد الأمير محمد بن سلمان. على المستوى العسكري طبعا ما يمكن أن يقال الآن هو أن طبعا من تبعات الحرب اليمن هو أن الجيش السعودي خضع لعملية امتحان جديد وتحديث جيد، وحتى إدارة نعود إلى النقطة التي أثيرت بأن هذه الحرب هي حرب شعبية بل حتى شرعية، وهذا طبعا ما راه غالبية العظمى من أبناء الشعب السعودي الذين يدرون بأن الأمير سلمان وقام بهذا الأمر حماية لمصالح المملكة العربية السعودية، وأن طبعا إيران تمثل خطرا محذقا بالمملكة العربية السعودية، وأن طبعا لدول دولة البلدين معنا المملكة العربية السعودية وإيران يعيشان طبعا حالة من الحرب الكلامية المفتوحة الدائمة، وأن طبعا كل شخص وأن كل طرف ينظر إلى الطرف الآخر باعتباره خصما واعتباره عدوا، وبالتالي فإن من ناحية النظر السعودية فإن هذا الأمر يجب تسويته، ولكن وفق شروط معينة وفق شروط سعيدة، وأن طبعا السعوديون يسعون طبعا إلى أن يكونوا صاحي أصحاب الأقلبية وأصحاب الكلمة الأولى والأخيرة في هذا المجال، وبالتالي فإن الهدف بالدرجة الأولى هو محاولة تحييد إيران أو بالتالي التحكم فيها. ولهذا فإن وأن دعوة محمد بن سلمان للحرب في اليمن يقيم على ضرورة أن يتحمل كل مسؤوليته وبالتالي إبراز المسؤولية الإيرانية عن ما يقع في المنطقة. الآن طبعا ما يقوم به محمد بن سلمان الآن والذي طبعا هو أمريكي والذي طبعا يأخذ دعما مباشرا جدا من باكستان باكستان لم تكن من التحالف ضد اليمن. طبعا اليمنيين كانوا المصريين كانوا، فأن هذا الأمير الصغير واللي هو محمد بن سلمان يسعى ويرى بالعبد أنه يمتلك جدول ويمتلك خلطة خاصة لمحاولة إعادة ترتيب الأوراق في المنطقة، وهذا الأمر طبعا عرفته اليمن منذ الستينيات الماضي.
وطبعا أن التدخل المصري في صنعاء طبعا كان حينها في أوجه، لأن نحن بحالة مشابهة. طبعا هذه الدول هي التي تعمل الآن، طبعا هناك سودانيين وهناك أيضا أشخاص آخرين. السودانيون طبعا حاضرون، لكن حاضرون بشكل بعيد، خاصة حين إذا علمنا بأنهم يمثلون، خاصة علمنا بأن السودان تعيش وضعا اقتصاديا صعبا بعد الربيع العربي، وأن طبعا السودان تعيش حالة من العزلة السياسية، وأنها طبعا مستعدة لدعم أي بلدين عربيين، وذلك طبعا من أجل مقابله. بالتالي سنعود الآن أن اليمن أضحت مكان الآن للمواجهة إقليمية. هل يمكن الآن طبعا الحديث الآن بأن الموقف القطري من هذا الموضع هو موقف مختلف؟ إن قطر في هذا الباب اليوم سجلت مجموعة من النقاط في أكثر مجموعة الحروب التي تراها حروب اقتصادية ومال وعسكرية، حتى فيما يقع في اليمن، وخاصة انطلاقا طبعا من مجموعة من الاعتماد على ترسانتها الإعلامية. وطبعا هناك سعي لمحاولة تقديم وجهة النظر القطرية بصورة واضحة وعلنية للجميع، وهذا شيء مهم جدا يجب أن نؤكد عليه. وذلك انطلاقا من القول بأن أننا نحن كان دائما يتم التأكيد من قبل السلطات القطرية بأن نحن كدولة جارة نريد أن ننأى بأنفسنا، وأن طبعا هذا الوضع الجغرافي للبلد يبرر هذا الأمر. ولهذا فإن عمل التضامن مع الشعوب، لربما الآن الوضع راجع بين قطر ليس لها حليف إقليمي من هذه الدول. لا طبعا الوضع يبدو واضحا جدا أن هناك استهداف من قبل الإماراتيين والسعوديين اليمن. السؤال المطرح الآن، ماذا يمكن لقطر أن تقوم به بجد الآن في ظل طبعا هذا الحصار الذي يبدو أنه حصار يقف على الأمور الغذائية؟ طبعا الحل ربما سيأتي عن طريق إيران وعن الطيران الإيراني، وطبعا هناك أيضا الكويت، وهناك أيضا مسارات أخرى، وأيضا المغرب. لا يبغى ننسى المغرب، لأن الآن المغرب مثل حليفا استراتيجيا، حليفا قريب جدا من المملكة العربية السعودية والإمارات. وطبعا أن هناك طلب سعودي للمغرب والأردن للانضمام إلى هذا التحالف، لكن طبعا الرد المغربي كان ردا واضحا جدا ورفض الانضمام. وطبعا المعلومة أن المغرب قدم مجموعة من المساعدات الغذائية لقطر، وطبعا بالمقابل ملاحظا بأن السعودية والإمارات تعامل مع المغرب موقفا جديدا على مستوى القضية الصحراء الغربية، ومع ذلك المغرب لم يذعن. لا، المغاربة يبدو أنهم أكثر قربا من القطريين في هذا الباب مقارنة مع السودانيين. الآن ما نلاحظ الآن على مستوى مقاومة قطر لهذا المد الجديد حينما ضد هذا الحصار، يبدو أنه طبعا مقاومة شرعية، وهذا واضح جدا تلقى مما لاحظناه، وأن المطلوب الآن وأنه الملاحظ الآن هو أن هناك محاولة للخروج من هذا الوضع. فهذه الأشياء كلها يبدو أنها الآن أضحت شيئا من معتمدة في هذه المقاربة الجديدة، والتي يبدو أن لا، حينما ننتقل إلى مستوى آخر مرتبط بقضية محاولة الوقوف على الدور المصري في هذه المعادلة، الملاحظ جدا الآن بأن المصريين كانوا حاضرين دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية، وأن هناك طبعا تبادل أدوار ومقاوف. وطبعا الآن الملاحظ بأن مصر منذ 2013 كانت بحاجة إلى المال الخليجي، ولهذا هذا ما يفسر التقارب الدائم الآن بين مصر وبين السعودية.
وهذا الامر ينطبق بصوره واضحه جدا على المملكه العربيه على السعود على قط على على مصر التي تسعى دائما الى ان تكون في علاقتها علاقه واضحه وتابعه للموقف السعودي. هل يمكن الان قول بان هذا الموقف موقف مبرر وانه لا لا؟ طبعا مجموعه الدول الان طبعا الان مجموعه من الاخوه المسلمين المصريين الان لاجئين في موقف لاجئين اما في بلد اما في تركيا واحد بلدان الخليجيه وان الاشخاص طبعا الذين يعبرون عن انفسهم بصوره تلقائيه في شبكه الجزيره ويتحدثون دائما عن السلطه وعن عن الفساد. وطبعا الان فكل هذه الاسئله تمثل مصدر قلق بالنسبه للسعودي بالنسبه للمصريين ولهدفين. الان الحمله التي تمارسها مصر بمعيه الدول الاخرى هي محاوله اسكات هذا الصوت ومحاوله بالتالي الانتقام من هؤلاء الخصوم. ومع ذلك نلاحظ الآن بأن هناك مجموعة من المصريين الذين الآن يوجدون في هذا المكان والذين طبعا يسعون إلى محاولة الاستفادة منه وبالتالي إصدار كلمته. نلاحظ الآن طبعا بأن الآن الموقف من الإخوان المسلمين فوجهة النظر القطرية بأن حكم الإسلاميين كانت تجربة سياسية وأنهم كانوا محصلة عمل ديمقراطي سواء تعلق الأمر بمصر أو في تونس. لكن هذا العمل هذا الذي تعرض للإخوان المسلمين في مصر هو يمثل اتخاذ موقفا غير مقبول والأمر يتعلق بقوة سياسية معترف بها كانت تحكم البلاد. طبعا الآن هناك مشكلة إخوان المسلمين بين التحالف من جهة وبين قطر من جهة ثانية. لماذا كيف نفسر هذا الوضع؟ يبدو من الأساسي جدا هنا أن نوزع خلال الخمسينات والستينات حينما كانت التجارب القومية العربية الوطنية طبعا كان الإخوة المسلمين يمارسون عملا سياسيا هادئا في داخل هذه الدول. نعم طبعا داخل الدول سواء تعلق الأمر بمصر أو بدول أخرى سوريا ودول أخرى. فطبعا المملكة العربية السعودية حينها استقبلت مجموعة من الإخوان المسلمين الذين طردوا والذين كانوا يتابعون في مصر. وبهذا فإن منطقة خليج كانت تمثل بالنسبة دائما هي منطقة لجوء أو ملاذ للإخوان المسلمين المضطهدين وكانوا طبعا يعيشون طبعا في المملكة العربية السعودية والإمارات إلى جانب طبعا دول أخرى وأي دولة قطر. وأنه طبعا ساهم إلى حد بصورة واضحة جدا في النموذج التربوي النموذج التعليمي وأنهم أيضا كانت لهم أيضا مستويات أخرى حينما يتعلق الأمر بالمساهمة في الأمور التنموية وأنهم قاموا بعمل كبير جدا في هذه البلاد سواء تعلق الأمر بأنهم مستشارين أو كمدرسين وأساتذة وكرجال إعلام من أجل طبعا القيام بحملات ضد الخصوم ضد طبعا خاصة ضد النظام العراقي وضد باقي الأنظمة. فبالتالي فالتحول الآن وخاصة بعد احتلال الكويت في سنة التسعينيات فإن المملكة العربية السعودية استعانت بحلفائها وأنه طبعا في هذه اللحظة بالضبط تحولت السعودية إلى كيان سياسي واضح المعالي في مواجهة الخطر وبالتالي حماية. ولهنا بالضبط تحت سنلاحظ بأنه لأول مرة الإخوة المسلمين سيحتجون ضد هذه السياسة السعودية في أكثر من بلد في المنطقة في منطقة الخليج. وسنلاحظ أيضا طبعا بأن هذا التنظيم والذي طبعا هناك مجموعه من التنظيمات السياسيه التي استفادت من او استمدت اصولها السياسيه والروحيه من الاخوه المسلمين وحاولت ان تثور ضد الوجود ضد الحضور الامريكي. طبعا الامر استمر سنوات وطبعا كان هناك مجموعه من تحريك لمجموعه من القوى السياسيه
ومجموعة من المواقف الجديدة، وهذا هو الشيء المؤكد الآن بالنسبة لنا، وأن البديل كان هو محاولة الخروج من هذه الأزمة. يجب وضع مجموعة من الأخوة المسلمين في السجون، ولهذا بأن هنا تم أكدت المملكة العربية السعودية بأن منذ التسعينيات القرن الماضي بأن المملكة بين الأخوة المسلمين يمثلون خطرا يجب التصدي له، وبالتالي بدأت نوع من الشك ونوع من الريبة ونوع من التحفظ بين المملكة العربية السعودية وبين هؤلاء بين الأخوة المسلمين. ففي 2002 مثلا كانت هناك مجموعة من التصريحات للإخوان المسلمين تقول بأن هناك مساعي لمحاولة رأب الصدع، لكن مع ذلك الأمر لم يتم الوضع. لكن الآن ما نلاحظ الآن بأن الوضع يبدو الآن الوضع اختلف اليوم، وأن طبعا الدور الإماراتي كان دورا واضحا جدا في هذه الحرب المفتوحة ولادي المرحب المفتوحة ضد الإخوان. ليس هناك طبعا، وهنا نتساءل كما قال ستيفان عن هذه الرغبة الأكيدة عند أمير أو عند ولي العهد السعودي المحاولة التصدي بصورة قوية وصارمة ضد الإخوان المسلمين، وهذه السياسة العدائية تجاه الإخوان المسلمين. لماذا بالضبط هذا السؤال؟ وكان الإخوان المسلمين شكلوا حالة مرضية للأمير الجديد ولي العهد. وبالتالي فإننا حينما ننظر إلى المملكة العربية السعودية من الظاهر نجد أنها دولة من مملكة محافظة، وأن طبعا هناك هاجس التعاون بين دول الخليج يبدو واضحا جدا، وأن هذه الأمور كلها تبدو معتمدة من قبل الجميع، وأنها هي الأساس. هذا هو الآن الوضع الكبرى الآن والذي يحفز جميع دول المنطقة وهذه الدول التحالف الأربعة ضد قطر. وبالتالي فإن قطر الآن حينما تبحث عن خيار بديل أو طريق بديل، فإنها تسعى من خلال ذلك إلى أن تكون تخضع لإرادة هذه القوى الإقليمية. ولهذا الملاحظ الآن بأن قطر تختار خيارا مختلفا، وأنها هي في الاتجاه في مسعى لمحاولة تأكيد هذا الخيار، وأن الخلاف طبعا مرتبط حول الإخوان المسلمين والإسلام السياسي، وكذلك الأمر في علاقة مع إيران. هل يمكن الحديث عن هذا؟ أنا لست لا أفهم لماذا الآن هناك حديث عن تقارب إيراني قطري، في الحين أن الآن قطر تسعى لمحاولة تدبير علاقتها مع هذا الشريك الكبير جدا في المنطقة وهذه القوى الإقليمية، وأن طبعا هناك يبدو للشخصي الآن بين الأمر علاقة عادية جدا بينها علاقة براغماتية، وهذا هو الأساس يجب أن نوضح إليه. فقطر هذا البلد الصغير الذي سعى لمحاولة خلق علاقات إقليمية مغايرة لخصومها ومغايرة دول التحالف، فهذا طبعا الآن فهذا الأمر طبعا يعني يمثل بالنسبة للآخرين وللخصوم أنه كيف غير مقبول بالنسبة لدولة صغيرة تقوم بكل هذا الأمر. لا، من كل أن نقول بأن هذا الحلف بين المملكة العربية السعودية والإمارات هو خيار، خيار واضح جدا. بل حتى نلاحظ الآن بأن الآن إن أبو ظبي تقوم بدور شرير في هذه العملية، وأنها هي طبعا بالرغم أنها تحاول وتطلب أو هناك طلب بالقطر محاولة تقزيء أو بالأحرى تحجيم علاقتها مع إيران، في حين أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وخاصة إمارات أبو ظبي وبين إيران تبدو علاقة غير واضحة جدا. طبعا في دبي هناك طبعا العديد من الإيرانيين الذين يشتغلون في دبي، وأن رؤيتهم تجاه القطريين تبدو رؤية واضحة جدا ومفهومة بل ومستوعبة.
هذا نوع من الملاحظة بأن هناك نوع من ازدواجية الموقف أو نوع من السكيزوفرينيا السياسية المرتبطة بهذا الأمر، والذي يمكن القول بأنها أن دبي تسعى إلى محاولة إيجاد بدائل لربما الإمارات العربية المتحدة تحاول أن تسعى إلى تقديم الخيار خيارات أخرى. الآن هناك طبعا هناك تهم الآن في الدول الخليج، أن حينما يتم قتل أي شخص أو بالأحرى أي حيوان يتم اتهامه إيران بالقيام بما قامت به. فالآن السؤال يبدو سؤال غير واضح جدا. الآن بالنسبة قطر تمثل مشكلة بالنسبة لدول الجوار، هذا شيء واضح جدا يجب أن نؤكده، يجب أن نؤكد عليه. وأن طبعا الآن هناك كلام وهناك دعوة داخل هذا التحالف بأن قطر خرجت من دائرة من هذه الدائرة التوافق، إذا أردنا أن نقول. طبعا الآن هناك كسؤال مجموعة من الإمارات داخل الإمارات العربية المتحدة ربما قد لا تتفق مع هذه الخيارات. كما قالت ستوفان الآن بأن الآن العلاقات القوية جدا التجارية بين دبي وبين إيران تبدو علاقات جد متقدمة، بل أنها أكثر بروزا وأكثر وضوحا وعلاقة مع قطر. إذا ما أردنا المقارنة هنا، ولهذا نقول بأن الآن طبعا إذا ما أردنا أن نتلم مطالب الدول بين إيران، مطالب هذه الدول لا التحالف من قطر، فإن أول مرتبطة أول بالعلاقة مع إيران وبين قناة الجزيرة. فالسيد ترامب في كلامه الآن كان كلامه غير مستوعب، وأنه حينما اتهم قطر بأشياء ربما هي غير موجودة فيها، وأن هناك حديث طبعا هناك حديث عن قوة العسكرية لقطر. والآن اتهمها الآن بمساندة داعش والتنظيمة الإرهابية، والآن وكلبما الآن هذه التهم ستعود سترتد على السعودية طال الأمد أو قصر. الآن سنتقل إلى المستوى الثالثة، النقطة الثالثة المرتبطة ب، ولأن تم التركيز على طبعا الخليج منطقة العربي، الخليج العربي سنركز على المعادلة الثالثة وهي المملكة العربية الولايات المتحدة الأمريكية، وأن طبعا هناك حديث داخل المملكة العربية السعودية بأنه تم أن السعودية لم أن فترة أوباما لم تكن فترة جيدة بالنسبة للمملكة، وأن طبعا الآن مع هذه الفترة أن يشعرون بأن الأمر اختلف كليا، وأن هناك مساعي طبعا من قبل المملكة العربية السعودية محاولة تبوي مكانة أكبر في المنطقة. وأن هناك طبعا مجموعة من الدول التي استعادت أو التي حاولت أن تستعيد هذا الوضع انطلاقا من تقديم هذا الأمر. كل هذه الأمور المرتبطة بالعلاقات الأمريكية السعودية تبدو علاقة مثيرة للنقاش، وأن طبعا هناك دائما دعما لهذه السياسة على مستوى مختلف كليا. وأن هذا المطلوب الآن وأن ما يقوم الآن يقوم هو دعم لجهاز الحكم في المملكة العربية السعودية، وأن هذا التحالف. أنا خلال سياراتي أن هذه الزيارة التي قام بها السيد ترامب للمنطقة كانت هذه الزيارة تميز بفقرة أكثر عدائية تجاه إيران وتجاه الإسلام السياسي، وأن جميع الدول الذين قاموا بهذا وأن جميع الدول الذين يصفون وبالأحرى يقتربون من إيران يمثلون بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية شبيها أو عدوا شبيه، ولهذا فإن الدول التي تأخذ الطرف الآخر تمثل بالنسبة له الخيار البديل. لكن عندما حاولنا أن ننظر الآن إلى الموقف الأمريكي نجد بالفعل بأن هناك موقفين، هناك موقفان، موقف الرئيس الذي موقف متسرع وغير
المبني وموقف صارم، وأنه أكثر واقعية هو موقف وزير الدفاع وزير الخارجية الأمريكي، وأن بالتالي أن العلاقات التي بالأحرى أن هذا المنظوران أثر على سير العمل على سير الوضع. ولهذا فالآن ملاحظ الآن بأن عملية بالأحرى بأن